يا رب، كما وصفت أرض مصر لنبيك إبراهيم في كتابك المقدس بأنها كجنة الرب كأرض مصر، فاللهم يا ربنا بارك في مصر وفي أرضها وفي أهلها وفي خيرها، واحمها من أعدائها. اللهم آمين. اليوم نتابع مع حضراتكم ونستكمل سيرة وحكاية الصحابي الجليل عمرو بن العاص في مصر، الذي لم يكن مجرد حاكم أو والي على هذه البلاد، وإنما كان محباً ومتيماً بأرض مصر الطيبة المباركة. لم يكن مجرد رجل سياسة ورجل خبرات في الحياة العملية، وإنما كان كذلك رجل يهتم بالبناء والتعمير، وأسس عاصمة جديدة لهذه البلد وتشبث بها وبأرضها. الصحابي الجليل عمرو بن العاص في مصر أرض الصالحين. عمرو بن العاص رجل دولة. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو الذي أشار بفتح مصر، حتى اقتنع الخليفة عمر بذلك، وهو الذي نهض بالفتح وأمنه وتمكن منه، وقد أنصفه الخليفة عمر بن الخطاب وأحسن جزاءه فولاه ولاية مصر. وكان عمرو يقول: ولاية مصر تعدل الخلافة. كان من القليلين الذين طال عهده بالولاية في خلافة الفاروق، والذي مات وهو عنه راض. ثم جاء الخليفة عثمان بن عفان يستشيره في أمور كثيرة. كان رحمه الله ورضي عنه خطيبا بليغا، وكان داهية من دهات العرب وأذكيائهم. كان بارعا في المفاوضات، وظهر هذا في مفاوضاته مع الرومان ومع البربر. رضي الله تعالى عنك يا عمرو بن العاص. بنرحب بحضراتكم، وما زال لقائنا مع فضيلة العالم الجليل مستمر حول سيرة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهنتحول إلى مصر، كيف كان حكمه لمصر ودخوله إلى مصر، وكيف تعامل مع قبط مصر في هذه الفترة. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. بفضلتك. أهلا وسهلا مولانا. بعد النظر في اتخاذ سيدنا عمرو بن العاص للقرار بدخول مصر في هذا التوقيت، في هذه الظروف، يعني كيف تقرأ حضرتك، وكيف نعرف أسد المشاهدين بملابسات دخول المسلمين إلى مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا عمر كان متخوف إن هو يدخل إلى إفريقيا أصلا، خاصة من مصر. مصر فيها الرومان، مصر قوية، يعني أقوى حتى الجالية الموجودة في مصر من الرومان، أقوى من الجالية الموجودة من الرومان في الشام. فعمر متخوف إنه إحنا ندخل مصر فيحصل شيء من الانكسار. سيدنا عمرو لأنه هو داخل مصر قبل كده وماشي فيها وعارف
تركيبتها الديموغرافية السكانية. ايه التركيبة الديموغرافية بقى عشان نفهم مع بعض؟ ان في مذهبين، مش مذهب واحد، مذهب بيتخذوا السكان الاصليون للبلاد والعباد اللي هم القبط، اللي هم المصريون، وده دلوقتي اللي احنا بنسميه الارثوذكس. ومذهب اخر مخالف ليه بنسميه احنا برضو الكاثوليك دلوقتي بقى، بس ما كانش الاسماء دي موجودة لانه كانت الملكانية واليعقوبية واسماء تانية غير الاسماء اللي موجودة دلوقتي. بنرى ان في خلاف، في سمة خلاف في المصادر، في بعض مسائل العقيدة وكذا إلى آخره. وصلت للاضطهاد، يعني وصلت للاضطهاد الرومان لقبط مصر. للقبط بالضبط يعني. وفي تحيز، في تحيز الروماني ده هو يضطهد القبطي ويراه أنه على غير الحق وعلى غير الحقيقة، لغاية ما بنيامين اللي هو رئيس الطائفة القبطية أو رئيس الأرثوذكسي يعني اختفى علشان ما يعرفوش يجيبوه فين. الشماس ده اللي احنا قلنا عليه مرة اللي قبله في الشام ده من القبط. المقوقس ده من الروم. الفهم الديموغرافي ده خلى عمرو يعني يصر مع سيدنا عمر على انه يفتح مصر، ما تخافش، لانه الواضح في ذهن عمرو ان الاقباط معانا، وان ده مستعمر، وان المستعمر ده مضايقهم، فيبقى اذا احنا هنفتح مصر بمنتهى السهوله لان اهلها هيعزونا. طب اسكندريه كانت فاصله بقى يا مولانا في المعركه مع الرومان واستقرار الامور الى شكل كبير، ثم تامين الانبا بنيامين وخروجه مره اخرى. جاب عمرو جاب 4000 واحد، او عمر سمح له ب 4000 واحد ومره، وهم ما عمر الان فجم لغايه ما دخلوا حاجه اسمها مدينه الفارما. مدينه الفارما دي انت عارفها، دي بتاعت ايه؟ صحرة فرعون. هي العريش وبورسعيد، شايفهم كده الفارما ما بينهم. فلما دخل ووصل الى الفارما، الفارما محصنة ومدينة قديمة، وكانت مدينة العلوم بقى اللي فيها، اللي جه منها الصحراء. حينئذ رضي يفتح الكتاب بقى، لان هو حس في قلبه ان الكتاب ده اللي جاي من عند عمر هيقول له ما تدخلش مصر. ذكاء عمرو بن العاص ان هو سبق ودخل مصر. فتح بقى الحكايه في الفارما وجمع الجيوش، وعلشان يعرفهم ان هو هيقرا الجواب، وقرا لهم الجواب كده، قال يبقى احنا لازم نطاوع امير المؤمنين. حيث قال امشي على بركه الله. فمشي على بركه الله. كان بقى موجود في الفارما المقوقس وبنته، وكان موجود في الفارما حاجه كده، القائد الروماني الارطبون ده، قائد الروماني اللي هرب من الشام. فقعد معاهم هنا المقوقس والارطبون دول روم. المقوقس قال لهم خلي بالكم دول هيدخلوا، فاهم التكوينه برضو. الارطبون ده جاي من الرومان مش فاهم. بنت المقوقس قالت لا انا هحارب. فالارطبون قاتل المسلمين فقتل. وبنت المقوقس اتأثرت. المقوقس جري هنا على حصن بابليون هنا في المنطقه بتاع مصر القديمه، مصر القديمه، وقعد مستني وما هوش عايز يقاتل. يعني عايز ان احنا نتفق وخلاص. فسيدنا عمرو راح بعت له بنته هديه، قال له ده احنا اثرناها عشان بتحارب وكده الى اخره، لكن خد البنت عندك اهي.
بعد كده راحوا الى بلبيس بقى الى الحته بتاع الشرقيه دي، وبعت واحد من قواده الى الاسكندريه، وبعت واحد من قواده الى حصن بابليون. بعد الحواديت دي كلها استقر له الامر وفتحت البلاد، والراجح عندي انها فتحت صلحا. يعني ايه؟ قصة مع الرومان، مش عنوة يعني. بالظبط. وبعدين لقى القبط الراجل الكبير بتاعهم بنيامين مختفي، فهو فايت على وادي النطرون، وهو جاي بقى من اسكندرية على وادي النطرون، لاقى رهبانا فقال لهم خدوا بلغوا ده لبنيامين اللي هو كتاب امان، انك انت امن ومفيش اي حاجة عليك. بنيامين ظهر، ابتدت بقى من هنا، وكان يحطه على يمينه وهو في مجلس الحكم او في مجلس المشاوره، يحط بنيامين على يمينه يعني بيكبر الكبير، لانه وبعدين قال له خد بقى الطائفه بتاعتك وشوف عايز ايه تقودهم وكذا الى اخره، واعطى له سلطاته وارجع له مكانته لدى القبط. يعني حتى يقال مولانا، وارجوك تصحح لي المعلومه، ان عمرو بن العاص استعان حتى بالاقباط في التفاوض مع المقوقس، مع الرومان وقتها، كانوا دليل لي حتى ومترجمين له في التفاوض. لما دخل مستشارين، لما دخلوا الاسكندريه الناس تلقتهم بالورود وبالفرح وهكذا. يعني الشعب عايز هذا. وبعدين رأوا من العدالة ما طمأن قلوبهم، والكلام ده تلاقيه مبثوث عند يوحنا النقيوسي. يوحنا النقيوسي الكتاب بتاعه كتب باللغة الحبشية، لكنه يعني شاهد وبعدين الترجم الى الانجليزيه، ثم الترجم بعد ذلك الى العربيه، فتجد ده في مستند كويس، وان كان في متناقضات، يبدو انه في حد لعب فيه في هذا المجال، مره يمدح ومره يقول كلام عكس ما مدح به. طيب اساسا حضرتك، نتحول بقى الى التشبث بعد الفاصل ان شاء الله، التشبث سيدنا عمرو بمصر وبحكم مصر، وكمان فكرة ان هي كانت امل عنده ان هو يكون والي او حاكم هذه البلاد بعد الفاصل ان شاء الله. ارجوكم خليكم معنا. بلبيس بمحافظة الشرقية، هذه المدينة المباركة كانت شاهدة على إنشاء أول مسجد ومأذنة للإسلام في مصر، بل وفي إفريقيا، هو مسجد سادات قريش، سمي بهذا الاسم نسبة لاستشهاد قرابة 250 من الصحابة والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر أثناء الفتح الإسلامي لمصر. وعلى بعد خطوات معدودة من المسجد تجد ضريح الأمير مدين حارس السيدة زينب رضي الله عنها، والذي مات أثناء مرافقتها رضي الله عنها في رحلتها إلى مصر. وبجواره كذلك تجد مقام الصحابي عثمان ابن الحارث الأنصاري، فهذه المدينة كانت معبراً للأنبياء والصالحين، وتضم العديد من المعالم الدينية والأثرية التي ما زالت موجودة حتى الآن. برحب بحضراتكم مرة أخرى، والحديث مستمر مع فضيلة الدكتور عن سيدنا عمرو بن العاص وعلاقته بمصر وبالمصريين. فالدكتور أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. سيدنا عمرو بن العاص، مصر أكيد كانت عون له بشكل كبير جدا وللدولة الإسلامية الوليدة،
بكل تأكيد يعني. وأيضا هو كان برضو ليه أيادي وللمسلمين أيادي بيضاء على مصر في الإنشاءات وفي التعمير وفي الفكر ومشروعات وما إلى ذلك يعني. العلاقة التبادلية دي حضرتك شفتها إزاي في السنوات الأولى لدخول المسلمين لمصر؟ رجل دولة مهتم جدا ببناء الإنسان وبإقامة البنيان، ومن هنا تجده أول ما ينزل في بلبيس وفي الشرقية يعمل مسجد، وبعد كده يعمل المسجد الجامع الكبير العتيق، وبعد كده يبني العاصمة جديدة للبلاد واللي هي الفسطاط، والعاصمة دي تبقى إلى الآن داخل القاهرة. يعني هي إذن لما القطائع جت لابن طولون، لما العسكر جه، لما بعد كده القاهرة جت، كلها جعلت المركز بتاعها هو مسجد عمر اللي بنسميناه بعد كده مصر العتيقة، مصر القديمة، وهي حي من الأحياء اللي القاهرة الكبرى، القاهرة الكبيرة دي اتعملت عليها. رأيناه مثلا اهتم بوصل النيل، عامل زي قناة السويس يعني، وصل القناة من النيل إلى البحر الأحمر. رأيناه مثلا وهو مهتم بقضايا التعليم، لكن العدالة كانت أيضا بتشغل مساحة كبيرة جدا في عند عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عمل حواليه مجموعة من الصحابة الكرام، منهم عقبة بن عامر. عقبة بن عامر ده جهني مدفون هنا، وعلى فكرة بقى عمرو دفن جنبه. يعني فين مدفن عمرو بن العاص؟ مدفن عمرو بن العاص في مدخل عقبة بن عامر، يقال انه في نواحي منطقة عين الصيرة، لكن مش معروف على وجه التحديد يعني. لا، معروف على وجه التحديد فعلا. بعد الباب على ايدك اليمين سيدي عقبة، عمرو بن العاص موجود عند عقبة بن عامر. لما تروح عند عقبة تلاقيه ربع كده، تلاقيه ساحة وفيها بيوت ساكنين فيها العقبية اللي هم أولاد عقبة ابن عامر. العقبية دول أولاد عقبة ابن عامر. مين عقبة ابن عامر بقى ده؟ كان تمالي يقول لك مرة كان الشيخ أحمد بن الصديق يعني كان زعلان من عمر. ليه زعلان من عمر؟ لأنه ما كانش مع سيدنا علي، وهم يحبوا سيدنا علي قوي. فواحد من المشايخ لقاه بيزور عقبة، فبيقول الله، طب ما هو عقبة هو يعني معاون عمر. قالوا لا، انت ما تاخدش بالك، عقبة هو اللي علم سيدنا الحسين القرآن. فشوف حكاية ان انا ازعل من الفعل حاجة، وإن أنا أزعل من الفاعل حاجة تانية، ودي تحل حاجات كتيرة. عظيم. جدا. عظيم. مع سيدنا عمر. يقولك بتقول سيدنا ليه؟ ده هو عمل وعمل وسوى، ويجيبوا بقى إيه ضدياته مع سيدنا علي وكذا إلى آخره. لا، القضية مش كده. القضية إنه ده صحابي كريم مكرم، ولكن إحنا نعترض على الأفعال. الفعل ده غلط، الفعل ده صواب. حتى اللي حصل كده، بعض الناس شكتوا العمر فخد بيت واحدة، مش عارف ابنه ضرب مصري، بيتسابقوا فراح ضربه، القصص اللي هي مشهورة ومعروفة دي. فالحاجات دي كلها دي أخطاء، بننكر الفعل لكن لا نكره الفاعل. الفاعل ده من هو؟ عمرو بن العاص. كل إسلام المئات الملايين دي ولا عشرات الملايين بتوعتنا في ميزان حسناتهم القيامة. فالعدالة كانت صفة لعمر. ولكن وجهة نظر عمر، وده السؤال بتاعك في الأول، وجهة نظر عمر في مصر إيه؟ أن
حكمها يعدل الخلافة. يبقى إذن جابوا الواحد المناسب اللي هو سيدنا عمرو وحطوه في المكان المناسب. انت عايز يا عمرو تبقى زعيم؟ بقيت كده زعيم. حتى عايز تبقى خليفة؟ اللي يمسك مصر يبقى الخليفة. يعني كان عايز يبقى زيه مثلا، نقول زي سيدنا معاوية، راسه براس عمر، براس سيدنا عمر. يا امال ايه؟ مش ان الكفة تبقى متساوية مع سيدنا معاوية في الشام يعني؟ لا، فهو راسه براس عمر. فده اللي خلاه يقول ايه؟ حكم ولاية مصر تعدله الخلافة. طيب هل حضرتك شايف ان ده كان يكون سبب ان هو يتخذ هذا الموقف ضد سيدنا عثمان، عشان سيدنا عثمان بعد بقريبه يحكم مصر بدا وعزل سيدنا عمر؟ بعد عبد الله كان في شخصنه شويه في الامور. لا هو في يعني، انا اسف ان انا بقول كده يعني، بس لا من قراءه التاريخ يعني. مش كده طول عمر الحاكم محل اخده ورد من الناس. عايز يعمل دوله، عايز يبني دوله، فبيحط قواعد، فاللي أصيب من هذه القواعد يزعل على طول، واللي استفاد من هذه القواعد يدعيله. فكانوا بيشتكوا لعثمان، فعثمان بعت لهم عبد الله بن أبي صرح. عبد الله بن أبي صرح تولى لغاية ما عثمان مات وكده، لأنه عمرو أنهى ولايته في مصر سنة 26-27، واخد بالك؟ خلاف يعني. ف 26 دي رجع لها مره تانيه سنه 38 بعد بقى علي ما انتقل. فانا عايز اقول لسيادتك ان عمرو ده قصه كبيره لا هتكفيه حلقه ولا حلقتين ولا ثلاثه، لانه في الحقيقه انه كان سببا لهدايه المصريين، عدل في المصريين فاحسن العدل، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. شوف لما جه يسلم قال سيدنا رسول الله بشرط ألا يعني ذنوبي تتمسح، فقال له إن الإسلام والهجرة يجب ما كان قبله، رضي الله عنه وأرضاه. أنا شاكر جدا لفضلتك، وبالتأكيد في نقاط كتير يعني نتمنى إن شاء الله في قادم الحلقات إن احنا نغطيها فيما يتعلق ببداية الفتح العربي الإسلامي، وحتى بسيدنا عمرو بن العاص ثم سيدنا عبد الله بن عمرو يعني. فأنا شاكر لفضلتك جزيل الشكر. شكرا لكم. شكرا لحضرتك، شكر موصول لحضرتك. إلى اللقاء. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دعاء ثلث الليل الأخير، فقال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، والحمد لله على ما قضى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله دائما وأبدا وعلى كل حال. اللهم أنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت رب العالمين. نسألك الفتح والتيسير والهداية والإعانة والكرم والمدد والعون والاعتماد والسند، كما نسألك الصحة والرزق وكل ما فيه خير. اللهم نجنا في الدنيا والآخرة، إنا نسبحك ونقدسك ونذكرك بجلالك وكمالك وجمالك، فاجعلنا ممن يقرنون القول بالعمل، واجعلنا من المجتهدين في طاعتك. اللهم آمين.